بتخص الدماغ ألا وهي نظرية العقل، وطبعا راح نحكي عن آليتها في الدماغ. فقبل ما أبدأ أحب أن أنوه أنه أغلب المعلومات اللي راح أشركها اليوم حتكون مبنية على بحوث اللي قسم منها أنا قمت فيها وبحوث اللي قاموا فيها آخرون، والهدف أنه نعطيكم تعريف عام عن نظرية العقل وما تحتوي من معلومات. الجزء الثاني راح يتكون من نظريات عن نظرية العقل، النظريات التي طورت حتى تشرح لنا كيف نظرية العقل تتطور وما هي المراحل التطورية تبعت نظرية العقل. الجزء الثالث يحكي عن الآلية العصبية الدماغية لنظرة العقل، يعني هل هناك آلية مخصصة اللي تمكننا من هاي المقدرة التي نسميها حاليا نظرة العقل. الجزء الرابع راح يتكون من ما قد يحدث في حالة انه كان اضطرابات لنظرية العقل، يعني كيف ممكن انها تتشوش وبأي صورة وفي أي حالات. والجزء الخامس راح نحكي عن بعض الفعاليات الإنسان اللي ممكن يكون فيها لحتى يعزز منها القدرات المهمة الاجتماعية. فنبدأ في التعريف، ما هي نظرية العقل؟ نظرية العقل أو ما يسمى بالإنجليزي theory of mind، أو هناك مصطلح آخر يسمى mentalizing، هي القدرة على عزو أو نسب فحوى أو مضمون ذهني للذات أو للآخر. مثلا ما يعتقد الإنسان، ماذا يعرف الإنسان، ما قيمة المعرفة تبعت الإنسان، ما نوايا الإنسان، ما رغباته، ما مشاعره. والمهم هنا أنه نميز أنه في عندنا هنا عامل العزو ممكن يكون للذات، لنفس الشخص. يعني مثلا هل أقيم ما معرفتي عن الموضوع اللي أنا بحكي عنه، وأيضا تقييمي لمعرفة الآخرين، وهذا يمكن الفرد من التنبؤ بسلوك الآخرين. يعني مثلا إذا عزوت لإنسان معين أنه عنده خصل طيبة، فهذا يساعدني على أنه أتنبأ ببعض الفرضيات بالنسبة كيف ممكن أن يتصرف الإنسان في إطار معين، وفي الوقت نفسه يساعد أنا كشخص في اتخاذ القرارات بشأن الإجراء الذي أنا يمكن يتخذه الفرد نحو الآخرين. فإذا عزوت لإنسان مكان معرفة أنه يعرف عن شيء ما، فممكن أن أتصرف أن إذا سألت هذا الإنسان قد أحصل على هذا الجواب. فهناك عاملين مهم أنه نتذكرهم، أنه هذا يمكننا من التنبؤ بسلوك الآخرين بموجب ما أفترض أن الإنسان يفكر أو يشعر، وأيضا كيف أنا علي أن أتصرف نحو هذا الإنسان الذي عزلت له فكر معين أو مشاعر معينة. فنظرية العقل بشكل عام لها مهام كثيرة وأدوار كثيرة في كل ما يتعلق بالفضاء الاجتماعي، قدرتنا على المشاركة، قدرتنا على التعاون، قدرتنا على المحاذاة. والمقصود بالمحاذاة ممكن أقرر لأي مدى ممكن أن أكون بعيد أو قريب من شخص آخر، القدرة على التلقين، الإرشاد والتعليم، حتى مقدرتنا على الإصغاء. يعني إذا أنا أتكلم مع الآخر علي أن أرصد متى علي أن أتدخل ومتى علي أن أسكت حتى يتسنى للآخر الكلام، وأيضا على التواصل والتفاهم. وهنا في أيضا مهمة جدا مهمة في العالم الاجتماعي، ألا هو العطف والتعاطف. يعني إذا عزوت لشخص ما أن عنده معضلة أو كان في مأزق معين، فممكن أن إذا ممكن أنا أقوم بعمل معين حتى أخفف عنه هذا المأزق. فهي نظرية العقل تمكنني من أقرر كيف أتصرف مع الآخرين وكيف يمكن أن الآخرين يتصرفوا معنا. Now, في العالم البحثي لنظرية العقل هناك موضوعين أساسيين أو فرعين أساسيين. الفرع الأولاني هو علم النفس التنموي، والهدف من علم النفس التنموي هو أن يجاوب على السؤال التالي: كيف يتم اكتساب نظرية العقل وما تتضخر؟ والفرع الثاني هو الفرع اللي أنا أنتمي لي أكثر، هو علم الأعصاب الاجتماعي والفكري،
وهذا يمكنني من أجاوب على السؤال التالي: أين تكمن نظرية العقل في الدماغ؟ هل هناك في آلية أو شبكة أو هياكل دماغية اللي تمكن الإنسان من أن يطور نظرية العقل ويستعملها بشكل صحيح؟ بالنسبة للفرع الأولاني، كيف يتم اكتساب نظرية العقل ومتى تظهر؟ فكرت أن ألخص المراحل المهمة اللي رصدتها الأبحاث على مدى السنين، ويشير بأن أنوه أنه موضوع نظرية العقل بدأ ما يقرب في بداية الثمانينات، يعني كان أول ورقة علمية بحثية ظهرت بال78، ولكن بالنسبة للأطفال بدأت بشكل جدي بسنوات الثمانينات لهذا اليوم. ولكن لا بد أنه في المخطوطات والأبحاث العلمية ظهرت في القرون السابقة تحدثت عن نظرية العقل، ولكن من المفهوم التجريبي والمنظومة العلمية حتى تمكننا أن نتفهم نظرية العقل بدأت من 1983 وإلى ما بعد ذلك. فاتضح أن هناك ما يسمى بسلائف نظرية العقل، أو بالإنجليزي يسمى precursors، التي تبدأ ما بين 9 و15 شهر من العمر. وهنا نتطرق لبعض البوادر مثل الاهتمام المشترك، متابعة التحديق، يعني قدرة الطفل على أنه يتابع نظرات العين، الإشارة إلى شيء مثير للاهتمام، واللعب التظاهري، يعني ممكن الولد يبقى مع موزي ويتظاهر أنها تلفون. فهذه القدرة هي مبشرات على أنه الطفل على المسار السليم لتطور واكتساب نظرية العقل. في السنة الثانية من العمر تبدأ ما يسمى بفهم الحالات العقلية للأهداف، يعني أنه يفهم جملة كالتالي: سمير يريد أو يرغب في كعكة، يعني أنه كان يعني أن الطفل يبدأ يدرك أن إنسان ممكن أنه يريد ويشير لشيء، والغرض منها هو الاحتياز على هذه الشيء. في السنة الثالثة والرابعة تكون نقلة نوعية ما في تطور نظرية العقل، والمصطلح هو هنا فهم المعتقد الخاطئ. يعني فمثلا سميرة تعتقد أن سلمى في غرفتها، وهنا المهم أن نشير أن هذا الاعتقاد الخاطئ، لأنه في الواقع سلمى ليس موجودة في غرفتها. فمثلا بموجب هذا الاعتقاد الخاطئ ممكن أن سميرة تذهب إلى غرفة سلمى حتى تبحث عنها، فلما تذهب إلى هذه الغرفة مش راح تلقى سلمى موجودة في غرفتها. فهذا يسمى بالمعتقد الخاطئ، ويسمى بالدرجة الأولى، لأنه إحنا نحكي عن عزو الشخص لشخص آخر، يعني في عندك 1 degree of separation من سميرة لسلمى. في السنوات الخامسة للسادسة في عندنا تطور آخر متعاقب بمعتقد الخاطئ، وهو يسمى بالدرجة الثانية. وهنا في عندنا مثال: سمير يعتقد أن سامر يعتقد أن جميل في غرفته، يعني أنا أنسب اعتقاد لشخص آخر وأتخيل وأتفكر بالاعتقاد الشخص الآخر باسم لشخص آخر بعد ذلك. فهذه القدرة التسلسلية على عزو فحوى ذهني لعدة أشخاص وحتى في تسلسل يبدو يظهر ما بين الخامسة والسادسة من العمر. وفي مرحلة متأخرة بعد ذلك ما بين 9 و11 من العمر في عندنا ما يسمى بفهم الحفوات، so بالإنجليزي أو بالفرنسي على الأصح فوبا، ألا وهي القدرة على فهم مواقف يقول فيها الفرد شيئا ما غير لائق دون أن يعرف أو يدرك أنه لا ينبغي له قول ذلك. يعني نأخذ مثال، نفرض أنه في شخص قدم لزميل هدية، وبعد سنوات طويلة قام الشخص بزيارة زميله، ولما ذهب إلى بيته رأى الهدية على الرف، وكان سعيد أنه زميله ما دام يحتفظ بهذه الهدية، فأراد أنه يعني يشير لهذه الهدية، فتعثر فأدى لإوقاع الهدية وكسرها. فالصديق بيقول له: ما عليك، أنا هاي الهدية ما كانتش مهمة بالنسبة لي. فبهذه الحالة يعني الإنسان كان هدفه أنه يخفف من وطأة الإحراج اللي صار، ولكن بنفس الوقت أدى ممكن باضطراب في مشاعر الشخص
لأنه كان متمني إنه الهدية يكون إلها معزة أكثر من ذلك. فقدرة الشخص أو الطفل إنه يميز إنه صار إحراج وإنه صار كان جرح للمشاعر حتى لو كان من غير قصد يدل على مرحلة جدا متقدمة من عزو ونسب أفكار واعتقادات ومشاعر للآخر. ولكن من المهم أن ندرك أن القدرات نظرية العقل تستمر في التطور خلال سنوات المراهقة المتأخرة وقد تتراجع مع تقدم العمر. فخلينا حبيت أن أشارك معكم بعض المعلومات البيانات اللي حاليا هي قيد التقييم العلمي، ولكن هي مبنية على بيانات من 300 ألف شخص التي قسنا عند هاي الأشخاص نظرية العقل من جيل 16 لحتى 70. ووجدنا أنه من جيل 16 لحتى سنوات 20 المبكرة فهناك تصاعد مستمر في تطور نظرية العقل وتمكن الإنسان من استعمال نظرية العقل، ولكن ما بعد هاي السنوات يبدأ تراجع ولربما خفيف ضئيل ولكن ملموس على الأقل إحصائياً، ولكن هذا التراجع يبدو بشكل أوضح ما بعد سنوات 60. ولكن كثير مهم انه ندرك انه الاناث بشكل عام عندها قدرات نظريه عقل متطوره اكثر من الرجال، وفي بعض المؤشرات تقول انه هذا يتعلق في البيئه الاجتماعيه التي يتعايش الذكور والاناث فيه. فمثلا في المجتمعات المتقدمه الاناث تكون عندها الفرق يكون اقل، بس مش معروف اذا الفرق الاقل لان الذكور تطوروا نظريات العقل او لان الاناث لم يستعملنش هاي النظريه بالقدرات القصوى المتمكنه عندها. بس اهم شغله بالنسبه لي انكم تلاحظوا انه في هناك علاقه غير طرديه، يعني غير نون لينير ريليشن شيب بين تقدم العمر ونظريه واستعمال وقدراتنا في استعمال نظريه العقل، وبان هناك في فارق ما بين الاناث والذكور. لما نريد ان نتبين اذا كان عنده انسان نظريه عقل او لا، او اكتملت هذه النظريه تطورت عند الطفل، فهناك نوعين من المهامات. في نوع ما يسمى بالإكسبليسيت يعني صريح، والمقصود هنا أنه هاي المهام تحوي على كل المعلومات التي يحتاجها الشخص حتى يتبين من نظرية العقل للشخص الآخر. وهناك مهام ما يسمى بالضمنية التي لا تسأل بشكل مباشر ما فحوى الذهني للشخص الآخر، ولكن تعتمد على آليات أو ميكانيكيات معينة التي ممكن أنها تشير أنه في هناك استعمال حسابي للوصول لنظرية العقل تبع الشخص الآخر. هاي لما نحكي عن المهام الصريحة، هناك مهام كلاسيكية وتنقسم لنوعين جدا شائعين. القسم الأول يسمى ما المحتوى الغير المتوقع، وسوف نعطي مثال على ذلك، أو ما يسمى بالإنجليزي unexpected content. والنوع الثاني هو النقل الغير المتوقع، وهذا عادة يختبر بمهام تسمى قصة سالي آن، وبالإنجليزي يسمى unexpected transfer. فخلينا نأخذ لحظة بسيطة بالنسبة لل unexpected content أو المحتوى الغير المتوقع. ففي عندنا مثلا هنا سيناريو يقوم السيدة تسأل الطفل ما يحتوي الصندوق في رأيك؟ فالطفل يقول حلويات. لماذا؟ لأنه هذا الصندوق عليه مؤشرات أنه فيه شوكولاتة أو شغلات من هالنوع. في هنا كلمة سمارتيز اللي هي نوع من الشوكولاتة جدا مشهورة في بريطانيا. فهو أعتقد صح أنه بموجب المؤشرات الخارجية لربما أنه الصندوق يحتوي على حلويات، ولكن لما بيفتح الصندوق بتفاجأ طبعاً إن المحتوى غير المتوقع إنه كان في أقلام. فالسؤال الرئيسي هنا عندما نغلق الصندوق ونسأل صديقك كريم ونسأله شو بتفكر الموجود في الصندوق؟ فإذا كان كريم عنده نظرية عقل متطورة ومتكاملة فالمفروض عليه أن يقول إنه فيها حلويات، لأنه مش من المعقول إنه يعرف إن ما في داخلها. ولكن أطفال الأقل من 4 سنين ما في عندهم القدرة أنهم يعزلوا
ما ممكن الإنسان يفكر إنه الإنسان ممكن يكون عنده معتقد خاطئ وأن هذا المعتقد الخاطئ لا يتوافق مع البيئة أو الحيثيات الموجودة في الواقع. في هناك المهام الثانية اللي هي النقل الغير المتوقع. مثلاً في عنا طفلتين بيلعبن مع بعض، سالي معها سلة وآن معها صندوق. سالي معها كرة بتحطها في السلة وبعد فترة تترك الغرفة وتترك آن لوحدها. ففي هاي الأثناء بتقوم آن وتنقل الكرة من السلة إلى الصندوق. وآن تترك الغرفة فترجع سالي عشان تحصل على الكرة وتلعب فيها كمان مرة. فالسؤال هنا للطفل يسأل أين سوف تبحث سالي عن الكرة؟ فإذا الطفل عنده قدرة نظرية متكاملة المفروض أن يقول أنه سوف تبحث في السلة سوف تبحث في السلة. ولكن أطفال اللي هن أقل من الأربع سنوات راحين يقول لهم سوف تبحث في الصندوق لأنهم ما بيقدروا يميزوا أنه الإنسان ممكن يكون عنده فحوى التي يتناقض مع الواقع الموجود فيه. فهناك أيضا ما سميته بالمهام الضمنية، وهذه المهام الضمنية قسم منها يسمى بأخذ وجهة الآخر perspective taking. ففي هذه المهمة في عندنا غرفة اللي فيها شخص ينظر إلى حائط وهناك في دائرتين، وفي حالة ثانية في عندنا شخص يرى إلى حائط اللي فيه عليه دائرة. من وجهة نظرك أنت كمشاهد حاليا في الحالة الأولى أنا والشخص الموجود في الغرفة لنا نفس وجهة النظر، أنا أنظر إلى دائرتين والشخص ينظر إلى دائرتين. وفي الحالة الثانية في هناك تناقض، أنا أرى دائرتين واحد اثنين وهذا الشخص يرى فقط دائرة واحدة. فلما نسأل سؤال كم يرى الشخص دائرة أو دائرتين، في الحالة اللي فيها تطابق ما بين وجهة نظري ووجهة نظر الآخر رد الفعل عاد يكون أسرع بكثير من الحالة اللي فيها تناقض. وهذا يشير أنه بما أنه المفروض أن وجود دائرتين هنا في المشهد ما يأثرش على قراري أنه هذا الإنسان يرى دائرة أو لا، ولكن أخذه بعين الاعتبار. ولربما ما يحدث هنا أنه أنا علي أن أثبت وجهة نظري، لازم أكبحها to inhibit my perspective حتى يتسنى لي أنه أدرك أن الإنسان عنده وجهة نظر تختلف عن نظرتي أنا. في هناك كمان مهام اللي هي تسمى بمهمة المرشد director task. وفي هاي المهمة في عنا مرشد اللي بيعطيني تعليمات حتى أزيح أو أنقل أغراض الموجودة في رف معين. فممكن المرشد يقول لي سؤال انقل المكعب الأسفل إلى اليمين. فمن وجهة نظر المرشد هناك مكعبين اللي هن في البيئة تبعته، وبينما من ناحيتي في هناك ثلاث مكعبات من ناحيتي، ولكن علي أن أدرك أن المكعب المنوه هنا بإكس مش موجود في البيئة النظرية البصرية للمرشد، ولذلك علي أن أدرك أنه ما علي أن أفعل به أنه أنا أتغاضى هاي الإمكانية وأنا أبحث عن إمكانية أخرى. فالإمكانية الصحيحة راح تكون Y لأنه هذا المكعب الأسفل وهو المشترك ما بينه وبينه. والجدير بالذكر أنه في حال في مهمة بسيطة من هالنوع ممكن أن يكون تفاوت ما يصل لأقصى إلى 40% من الأخطاء. يعني الإنسان يعني الناس اللي هني حتى في المراحل الجامعية عادة لا يدركون إنه في فرق في وجهات النظر ونسبة الأخطاء كثير مهمة. وهذا يشير للنقطة التالية، ما هي القيود أو الحدود الرئيسية للمهام نظرية العقل؟ لماذا ليش أنا بشارك معكم هاي المعلومات؟ لأنه بشكل عام في العلم يعتبر علم دقيق، ولكن أغلب العلوم مبنية على نظريات اللي هي تعتمد على وجود أدلة
داعمة أو غير داعمة. وحتى لنا أن نتفهم نظريات العقل ونستهلك المعلومات اللي الأخصائيين بيعطونا إياها، برضو كثير مهم أن نفهم هل هاي المعلومات كيف انبنت أو على أي أسس وأي آليات ومهام استعملت حتى توفر هاي المعلومات، فنعرف الحدود التي ممكن تكون موجودة في بعض هذه المهام بنظري جدا مهمة لاستهلاك المعلومات في كل المجالات وخصوصا في مجال العلوم العصبية. فالمهام اللي أنا ذكرتها قسم منها ما يسمى بالكاتيجوريكال القطعية، يعني فقط تشير إلى غياب أو وجود نظرية العقل، يعني إذا أخطأت ما فيش عندك نظرية العقل، وإذا أصبت فعندك نظرية العقل، وهذا بحد ذاته يحد من التعرف على الفروقات الفردية اللي ممكن تكون مختلفة من شخص لآخر. بعض هاي المهام محدودة الواقعية، يعني لا تعكس البيئة الصاخبة الطفل بعيش فيها، ولكن يعني هي مجرد من كثير عوامل، ولكن هي ضرورية حتى يتمكن لنا إنه نعمل تجارب بإطار اللي هو جدا دقيق و يعني ثابت لنا كباحثين، حتى نتمكن من إنه نستنتج المعلومات بشكل دقيق أكثر. والنقطة الثالثة أنه لا تفرق بين أنواع الأخطاء، يعني ممكن الإنسان أنه يخطئ لانعدام أو فقدان جزئي في نظرية العقل، وهذا ما يسمى بالهايبوثيري أوف مايند. وفي بعض الحالات أنا اقترحت أنه ممكن يكون هناك أخطاء اللي هي تنبع عن إفراط في استعمال نظرية العقل، ومقصود بالإفراط أنه أنا أعزو فكر اللي هو جدا بعيد عن المعطيات الموجودة في البيئة، يعني ممكن أنه أعزل الإنسان أنه عنده قدرات خيالية مع أن الواقع بيقول لي أنه ما فيش عنده قدرات خيالية، ولكن في بعض الاضطرابات اللي بنحكي عنها لاحقا ممكن أنه الإنسان يكون عنده اضطرابات المربوطة بعدم مقدرته أنه يستعمل نظرية العقل بشكل محكم وسليم. بالنسبة للجزء الثاني نحكي عن نظرية العقل، وأنا راح ألخصها، ولكن كثير مهم الواحد يذكرها لأنه بتشير على الديناميكية في هذا المجال البحثي، وعن التفكير وعن النظريات المختلفة التي رصدت حتى تمكننا من فهم كيف نظرية العقل تتطور عند الشخص وكيف ممكن أن تضطرب. فالنظرية الأولى مع بداية البحوثات في نظرية العقل تسمى بنظريات التخصص الانتقائية، يعني modularity. المقصود هناك أن هناك آلة عصبية فطرية مخصصة لاستدلال المحتوى العقلي، وحتى تكون هذه النظرية صحيحة علينا أن نجد شبكة أو هيكل دماغي دقيق، إذا استؤصل هذا يفقد الإنسان كليا نظرية العقل. ولكن الأبحاث تشير الآن أنه هذا ليس بالضرورة صحيح. النظرية الثانية ما تسمى بنظريات المحاكاة أو simulation theories، وهي قدرة الإنسان على أنه يقلد أو يحاكي تصرفات الآخرين. وهناك في خلايا عصبية تسمى بالخلايا المرآتية أو mirror neurons، وهذه الخلايا تنشط عندما أنا أرى إنسان يقوم بعمل بحركة هادفة، مثلاً إنسان يريد أن يمد يده ليحصل على كوب من الماء أو قنينة، ونفس هاي الخلايا العصبية تنشط عندما أنا أقوم بنفس هاي العملية، يعني سواء إذا أنت قمت بهذه العملية أو أنا قمت فيها، هاي الخلايا العصبية سوف تنشط بنفس المقدار. والنظرية تشير أنه المقدرة على أنه نحاكي تصرفات الآخرين لربما هي أساس رئيسي في تطور نظرية العقل، يعني أنا إذا وضعت نفسي في مكان الآخر زي ما بقوله بالإنجليزي putting myself in someone else's shoes، يعني وضعت نفسي أنا بتخيل كيف أنت بتشعر، أنا بتخيل كيف أنت بتفكر، وهيك أنا بحاول أن أفترض على الفحوى الذهني للشخص اللي أنا بفكر إنه هو صحيح. النظرية الثالثة هي ما تسمى بالنظريات التنفيذية والتحكمية، يعني كما شاهدنا بالمهام بالنسبة لاختلاف وجهات النظر بالنسبة للدائرتين أو الدائرة على الحائط،
حتى يتسنى لي أن أدرك أن الإنسان عنده نظر وجهة نظر مختلفة، علي أن أثبت وجهة نظري الشخصية، وعندما أدرك الفرق هذا يمكنني من أنه أنا أعزو فكر أو ذهن أو مشاعر نحو الآخر بشكل صائب أكثر. وهناك كمان نظرية ما تسمى نظرية النظرية، التعبير يعني مش هلقد فيه معلومات، ولكن هاي نظرية اللي تشير أنه في هناك نقل نوعية في المفهوم الطفل اللي بحصل ما بين 3 و4 سنوات، واللي فيه يدرك الطفل أنه البيئة الموجود فيها قد لا تتماشى أو تتطابق مع الفكر الموجود أو المخيل الموجود عند الإنسان. والنظرية الأخيرة هي نظرية اللي أنا اقترحتها مع أليسون بيلي من UCLA التي سميناها Indexical Symbolic Theory، وهي نظرية الدلالات والرموزيات. والمقصود هنا أنه الطفل ينتقل من عالم الدلالات والمؤشرات. المقصود هنا إذا قلت هذا البيت، فهذا البيت هو مؤشر، ولكن حتى أعرف لما أقصد البيت موجود في البيئة تبعت الشخص. ولكن عندما أقول الورد جميل وفيش عندي ورد حوالي، فهذا يدل أنه أنا بحاجة أن أنتقل لعالم الرموزيات المخيلات والأبستراكت حتى يتسنى لي أنه أفهم ما يعني لما أقصد عندما أقول هذا الورد جميل. فمقدرة الإنسان على أنه يستخلص المعلومات مباشرة من بيئه، من البيئة الموجودة فيه، وهي المعلومات موجودة بشكل جسماني physical يعني موجودة في البيئة تبعته، مقابل معلومات اللي هي موجودة في الفضاء الفكري. فهاي الانتقال له تأثير كبير في مقدرة الطفل أنه يتطور وأنه يدرك النظريات العقل بشكل ناجع وفعال في المجتمع تبعه. Now أحب أن ننتقل للآلة العصبية زي ما نقولها. فقبل أن أفوت لبعض التفاصيل أحب أن أشير لمعلومة عامة وجدا مهمة بالنسبة لكل ما يخص الدماغ وعمليات الدماغ. بنظري وبنظر آخرين الدماغ عبارة عن آلة تنبؤ تقوم غالبا بالتنبؤات بناء على معلومات غير كاملة ومجزأة. فمثلاً ربما ممكن نلخص المعلومة بقول الشاعر العراقي الرصافي وكل لبيب بالإشارة يفهم. فأنت ممكن أنك تأخذ إشارة ومنها كون فرضية بالنسبة للفكر الآخر. والمهم أنه ندرك أن هاي الأفكار تخضع للتحديث والمراجعة بموجب المعلومات اللي أنت تستسقيها من البيئة أو التي بتكون متوفرة لاحقاً. يعني فمثلا اذا سالت الحضور هنا ما جنس الشخص الموجود عندنا، فاغلب الناس ممكن راح يكونوا بيتفوقوا انه بنحكي هنا انه هاي صوره لانثى، فمع انه كل ما بينته له هو منطقه الاعين وقسم من الجبين. فالمقدره تبعتنا انه نكمل الصوره ونقول انه هذا انسان والجنس تبعه يشير على ان الدماغ هو عمليا آلة مكملة بناء على بعض المعلومات القائمة في أي وقت من الأحوال. وإذا سألت مثلا ماذا يشعر هذا الإنسان، هل هاي الإنسان ممتنة مغرورة مترددة أو حذرة أو ساخرة، فقط من العيون ممكن أن الواحد يعزو فكر من الآخر وينسب له، وبموجب هاي الأفكار اللي أنا نسبتها للآخر كما قلنا أنا بتصرف نحو هذا الإنسان أو أتنبأ كيف ممكن أن هذا الإنسان أن يتصرف. عندما نحكي عن الآلة العصبية لنظرية العقل ممكن أن نقسمها لقسمين. هناك آلية ذهنية التي تتعلق بالعواطف والمشاعر وما يسمى بالأفكتيف سيستم، وهناك آلية ذهنية فكرية التي ما تسمى بالكوجنيتيف سيستم، وكل منها ينقسم إلى آلية مختصة بنسب وعزو أفكار للذات أو للآخر. فهذه الآلية اللي اقترحتها في 2011 طبعا معقدة، والهدف طبعا أنه ما نربك المشاهدين والمستمعين، ولكن
المهم انه ندرك انه الآلية العصبية بالتالي حتكون آلة جدا معقدة، ولكن ممكن انه نبسطها لثلاث اقسام. قسم هو ما يسمى بالكورتيكال فرونتال بوستيريور نتورك، يعني الشبكة الأمامية الخلفية، وهناك كما ترون على اليمين انه في عندنا هناك تواصل ما بين الهياكل المختلفة الدماغية. الجزء الثاني هو ما يسمى بالجزء الفحوى الدماغي الليمبيك او باراليمبيك سيستم، وهي مجموعة من النوايا الموجودة في داخل الدماغ اللي هي لها تأثير كبير في كل ما يتعلق بتعبير بنقل المعلومات من الدماغ ومن البيئة لقشرة الدماغ اللي هناك بتصير فيه عملية تعبيد لكل هاي المعلومات وتكوين الأفكار. وطبعا في هناك الآلية أو شبكة المسؤولة عن النواقل العصبية ومنها السيروتونين والدوبامين. السيروتونين طبعا له مهام كثيرة ولكن كثير مهم في ما يسمى بالأفويدنس أو أبروتش، المقدر عن يقترب الإنسان أو يبتعد. والدوبامينرجيك سيستم اللي هو مسؤول عن المحفزات الرمزية الموتيفيشنال سيلينس، يعني إذا رأي يعني الدوبامين مسؤول عن إنه يجعلني أن أدرك أنه شيء معين له أهمية معينة وأنه علي أن أخذه بالاعتبار. فهذه الآلية بشكل عام لها قسمين، القسم مسؤول عن عزم محتويات ذهنية فكرية إلى الذات وهو القسم اللي على الشمال أو اليسار، والقسم الآخر هو المسؤول عن عزم محتويات ذهنية عاطفة اللي بتعلق بالعاطفة والمشاعر إلى الذات وإلى الآخرين. فممكن نصور هاي الآلية بشكل مبسط أكثر على سطح الدماغ من الخارج أو ومن النصف، ومنشوف هنا مثلاً إنه في عنا شبكة إدراك الوجه النقاط الحمراء، هاي كل ما يتعلق بمقدرتنا على إنه نتعرف على الوجه، وطبعاً الوجه هو مصدر معلومات كثير جداً مهم في حتى نتبين أو نفترض ما الإنسان يشعر أو يتفكر. زي ما رأينا بالنسبة للمقطع بالنسبة للمقطع العيون، يعني هل الإنسان مغرورة أو مترددة أو إلى ذلك. فالوجه هو مصدر معلومات أساسي في تطور نظرية العقل وعزو أفكار للآخرين. في عندنا ما يسمى بالميرور نتورك أو الشبكة المرآتية، هذه التي تحتوي على الخلايا العصبية المرآتية التي تحدثت عنها، وهي الخلايا العصبية المرآتية تمكننا من المحاكاة وتخيل كيف أنا ممكن أكون في موقف إنسان آخر. وهناك طبعاً ما يسمى من نظرية العقل والأجزاء اللي موجودة في مؤخرة الدماغ أو في الخلف، والأجزاء الموجودة في مقدمة الدماغ. المهم أنه ندرك من هذه الصورة أنه في هناك عدة شبكات اللي ممكن أنها تتفاعل مع واحدة مع الأخرى، وهذا بحد ذاته ميزة جداً مهمة للدماغ، لأنه لو كان نظرية العقل محصورة لنقطة معينة مثلاً كما قيل بالسنوات الأولى من الأبحاث أنه TPJ أو Temporal Parietal Junction أو ما يسمى بالعربي تقاطع الصدغ الجداري هو الرئيسي والأساسي لنظرية العقل. فلو حصل ضرر لهذا الهيكل أو لهذا الجزء من الدماغ، فالمفروض أنه نفتقد هذه الآلية كلياً. ولكن سبحان الله في عندنا هناك عدة شبكات اللي هي ممكن تكون مكملة لبعضها، وممكن إذا حصل فيها واحدة فيها ضرر الشبكات الأخرى راح تقوم بتغطية بعض الفروق، مش بشكل متكامل، ولكن الدماغ هو آلية اللي هو جدا مرني ويعتمد على الشبكات اللي متفاعلة مع بعض في كل الوقت. طبعاً إحنا حد هذا الوقت حكينا عن مقدرة الإنسان أن يعزو أفكار للآخرين، ولكن يتبين أنه ممكن أنه نعزو أفكار لأي شيء ما دمنا نفكر بأن الشيء يفكر. يعني إذا كان حجر وأنا بفكر أنه الحجر في له قدرة فكرية معينة أو قوة، يبدو لما إحنا نعمل مثلاً رنين مغناطيسي ونحط أشخاص حتى يتفاعلوا مع إنسان أو يتفاعلوا مع كمبيوتر، ومدام يظنون أن الكمبيوتر عنده قدرة فكرية، منشوف أنه في توافق كبير
بالشبكة النظرية اللي إحنا بننشطها لما إحنا نتعامل مع الإنسان، والشبكة اللي بننشطها لما نتفاعل مع حاسوب نظنه مفكر. يعني إحنا بنشوف المناطق الصفراء، كل هذه المناطق الصفراء هي مناطق التقاطع بالحالتين. فالمقصود يعني الإنسان يعني أكيد كلنا مرينا بحالات لما إحنا نتعامل مع حاسوب، والحاسوب بيصير مثلاً في خلل أو ما بيمشيش بسرعة أو بطل يشتغل، فإحنا بنغضب على الحاسوب وكأن الحاسوب هو المسؤول عن الحدث. فهاي حالة طبيعية جداً طبعاً في حدود المعقول، ولكن إذا حصلت في إطارات اللي جداً extreme يعني متطرفة، ممكن إنه يكون اضطرابات البكلقة ممكن تأثر على تفاعلات الإنسان مع البيئة الموجود فيها. بالنسبة للجزء الرابع، هاي النظرية العقلية زي أي قدرة دماغية قابلة للاضطرابات، وممكن هالاضطرابات تحدث على المستوى الآلية أو الشبكة. فممكن الاضطرابات تحصل في الآلية المسؤولة عن القدرة عزو الفكر العاطفي، في هناك آلية المسؤولة عن عزو الفكر الفكري، وطبعا ممكن يكون هذا يؤدي بالتالي لخلل في التمييز ما بين الذات والآخر، يعني ما أنا أفكر وما الإنسان يفكر وبدأ الفوارق بين في الفكر الذات والآخر. وممكن إنه نفكر ونتفكر بالنسبة لهاي الاضطرابات على المستوى التنفيذي، يعني ممكن إن الإنسان يكون عنده مشاكل في نظرية العقل لعدم وجود قدرته هاي القدرة بتاتاً أو عدم تكامل تطورها، أو ممكن يكون خلل اللي هو يحصل نتيجة للخلل في التنفيذ فيها. يعني أنا فرضت فرضية بالنسبة لما يفكر الإنسان أو ما يشعر، ولكن المعلومات اللي أنا بجمعها حتى أوصل لهاي الفرضية ممكن تكون مش متناسقة أو مش متلائمة مع الحيثيات البيئية. فهنا ممكن يكون الأخطاء المربوطة بحيث في هبوط في مقدرتنا على استعمال نظرية العقل، أو في إفراط اللي هو إفراط خاطئ بالنسبة لمقدرتنا على أنه نفهم ما يشعر الإنسان وكيف يفكر. فهناك عدة اضطرابات نفسية وعقلية، حاعطيكم أربع أقسام اللي تؤدي أو تتزامن مع اضطرابات في نظرية العقل. فالاضطرابات النفسية والشخصية اللي بتأثر على نظرية العقل أو مربوطة في خلل في نظرية العقل، مثل اضطراب طيف التوحد autism، اضطرابات طيف الفصام schizophrenia، السيكوبوتية واضطرابات الشخصية anti social personality disorder and psychopathy، فقدان الشهية العصبي anorexia nervosa، اضطراب ثنائي القطب زي bipolar disorder، والقلق الاجتماعي زي social anxiety. وطبعا هناك اضطرابات اللي ممكن تنجم عن خلل في النوايا القاعدية، وهي النوايا هي مجموعة من الهياكل العصبية في داخل الدماغ اللي مشغولة بشكل عام عن الحركة والنظام الحركي. وطبعا إذا تضررت هاي النوايا فممكن إن يكون عندنا اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه زي الـ ADHD، أو مرض الهانتنج ديزيز، أو مرض الشلل الرعاش زي الباركنسون ديزيز. وطبعا في عنا الاضطرابات الوراثية، هناك عدة متلازمات التي تحدث عن حذف في بعض المواد الجينية اللي يتكون منها الإنسان، وهي المؤشرات الجينية أو المادة الجينية تؤدي بالتالي لخلل في الاضطراب في نظرية العقل. وأغلب هذه المتلازمات لها أسماء اللي نعزوها عادة للأشخاص اللي أول ما لاحظوها أو دونوها في الكتب العلمية. وهناك أيضاً الاضطرابات العصبية، مثلاً الخرف الجبهي الصدغي زي الفرونتال تمبرال ديمنشيا، الألزهايمر، ملتيبل سكروسيس التصلب المتعدد، وتروماتيك برين إنجر إصابات دماغية صادمة. فكل أي خلل عادة اللي ممكن يحصل في الجبهة الأمامية للدماغ ممكن تؤدي بالتالي لخلل في النظريات العقلية.
ولكن هذه الاضطرابات تتفاوت من ناحية حدتها ومدى تأثيرها على الإنسان في العالم في التفاعل مع العالم الاجتماعي. فاضطراب الطيف التوحد عادة وخصوصا في الحالات المزمنة مربوطة بعدم وجود القدرة تقريبا بداتا. اضطرابات المتعلقة بالسكيتوفرينيا أو الفصام عادة مربوطة بخلل في التنفيذ وليس في القدرة على أن الإنسان يمثل أو يفكر في محتوى الذهن الآخر. السايكوباثية مثلا الناس اللي هم عادة عندهم ميول عنفواني عندهم خلل في الآلة نظرية العقل العاطفية، يعني لما يفتقد الإنسان على أن يتفكر في عواطف ومشاعر الآخرين يمكنه أنه يتصرف معهم بحالات بقسوة أو بوحشية، ولكن محافظته على الآلة الفكرية والعياذ بالله بتمكن الإنسان أنه يتفكر كيف يؤذي الآخر بدون ما أنه يأخذ بعين الاعتبار المشاعر أو الألم اللي ممكن يسببه للآخر. مرض الباركنسون ديزيز هو مرض اللي يؤدي في تحلل في بعض الخلايا وخصوصا في خلايا المسؤولة عن الدوبامين، ولكن في المراحل الأولى ممكن أنها تؤدي لخلل في الآلة الفكرية، وبعد الزمن ومع تفاقم المرض وزيادة من الحدة تبع المرض بيصير خلل كمان في المضمار العاطفي. والجزء الأخير حبيت أنه أنهي على بشارة خير، أنه زي كل الحالات أو القدرات العقلية اللي طبعاً متعرضة أنها تكون أنها تتراجع أو تتطور، ولكن في هناك كثير ما يمكن الإنسان أن يعمله وبكلفة بسيطة أنه يحافظ على القدرة النظرية العقل. فحبيت هنا حتى لا أطيل الحديث وكل وهذا الحدث ربما يحتاج محاضرة كاملة، ولكن الكتابة والقراءة هن إمكانيتين متوفرتين بغزارة كل إنسان ممكن أنه يمارسهن حتى يطور نظرية العقل عند الأطفال وحتى يحافظ هو على قدراته العقلية ذاتها. فنظرية في الكتابة مثلا خلينا نتفكر، لما أنت بتكتب طبعا انت تتخيل انه راح يكون هناك قارئ او جمهور لهذه الكتابه، فانت بدك تاخذ بعين الاعتبار ماذا يعرف هذا الجمهور او هذا القارئ، كم من المعلومات علي ان اضيف حتى اتاكد انه ما اكتبه سيكون مفهوم. يعني لما انا حضرت هذه المحاضره بما انه ادركت انه راح يكون جمهور اللي هو عنده تفاوت في المعرفه بالنسبه لعلوم الاعصاب والى ما ذلك، فانا كنت يعني ما يسموها بجيسنج جيم، يعني في لعبه تخمين، يعني هل ما سأقوله كفاية حتى يفهم الإنسان ما أقوله، أو لربما يكون بسيط جداً للإنسان اللي عنده معلومات كفاية ومتقدمة. فحتى الإنسان يحصل على هذا التوازن بده تجارب وبده خبرة، ومع التجربة بإذن الله ممكن الإنسان يصل لحدود اللي هي معقولة. فالكتابة هي مبنية على هذا الأساس. وبالنسبة للقراءة، القراءة هي وخصوصاً كل ما يتعلق بالقصص الخيالية والخرافية هي جداً مهمة، لأنها تحث الإنسان على أن يتخيل بالنسبة لمشاعر الشخصيات الموجودة في القصة وما قد يحدث بعد ذلك. ولكن في عالم السوشيال ميديا المعلوماتية لربما الكثير، يعني أنا مش عارف وانت آخر مرة كتبت رسالة وديتها لأهلي، يعني لما عشت في كندا قبل 30 سنة كنت أودي رسائل وأستقبل رسائل، اليوم أنا بودي واتساب تكست مسجز. الأبحاث بتقول إنه الوقت اللي بنمضيه مع الشاشة له تأثير لا تأثير له، أو لربما حتى في له تأثير سلبي على نظريات العقل وحتى على النشاط الدماغي. ولكن إنك تكتب مسج، تكتب رسالة، أو إنك تناقش برنامج اللي حضرته مع أولادك، هذا له تأثير جدا كبير على نظرية العقل.
فكيف نستعمل الآليات الموجودة وماذا يحدث بعدها هو المؤشر الصح والأقوم بالنسبة لتعزيز قدرات نظرية العقل. وبهذا أحب أن أشكركم لاهتمامكم ولحسن الإصغاء، ونتمنى للجميع رمضان مبارك إن شاء الله. وشكرا جزيلا كمان مرة للأستاذ معتز على حسن الإضافة، وإن شاء الله تكون المحاضرة وجدتها قيمة وفيها معلومات فائدة، وأنا مستعد أن أجاوب على أي أسئلة اللي أنتم بتحب تسألوها. شكرا جزيلا دكتور أحمد. لو حابين نشكر دكتور أحمد بسقفة أو برياكشن. لا يعطيك العافية. هلا الله يرضى عليك، إيش حلو. شكرا على المحاضرة المتكاملة، غطت نظرية العقل من نواحي مختلفة كتير. يا ممكن أسأل سؤال؟ أكيد. أنا كنت هقول بس سيستم للأسئلة ممكن تكتبه في الشات وأنا ممكن أقرأها للدكتور أحمد، أو ممكن ترفعوا إيديكم وتعملوا unmute. فناهد لو تحبي تكلمي، أو في أو فاطمة. أنا ناهد. بعدين فاطمة. أهلا ناهد. كنت يا دكتور، هل ممكن أطور نظرية العقل عند الأطفال المعاقين عقليا؟ أنا بشتغل مدرسة مع الأطفال المعاقين عقليا، وفي نفس الوقت باحثة دكتوراه، فهل ممكن أطور يعني نظرية العقل عند الأطفال الداون بالأخص، أو المعاقين عقليا، مع العلم إن ممكن يتقال يعني هم أطفال معاقين عقليا، ففي الآخر مهما طورت هم قدرتهم الذهنية ضعيفة، ففي صراع ممكن يتطور؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني، لو أنا طورت هتحصل استفادة فعلا ولا ما فيش؟ والسؤال الثالث، إزاي أطورها؟ بالنسبة للسؤال الأولاني، نعم في إمكاني أن الإنسان يقوم بمشروع أو برنامج اللي يعزز من نظرية العقل عند الإنسان حتى لو كان عندهم تأخر ذهني، مثلا زي داون سيندروم. يعني مثلا احنا نعرف انه ناس اللي عندهم قدرات نوعا ما متاخره، ولكن في عندهم المقدره عن انهم يتفكروا في الاخر. فمن ناحيه هل الامكانيه موجوده حتى مع تراجع في القدرات الفكريه العامه؟ ممكن، ولكن من المهم انه ندرك انه هذا يتعلق بالاليه اللي انت بتحاول تطورها. إذا الآلية هي كانت بالمضمار الاجتماعي، فالطفل المفروض فيه إنه يكون في يتعلم ما هي الأمور اللي عليه أن ينتبه لها في هذا البيئة، حتى أنه يدرك إنه ويكتسب هذه الخبرة ويستعملها في مواقف مختلفة. فإذا أنا أردت أن أقوم بمشروع لتطوير نظرية العقل عند أطفال اللي عندهم قدرات ذهنية محدودة، لازم يكون هناك برنامج مطول اللي مبني بالأساس على التجربة وعلى إعادة التجربة مرارا وتكرارا. هذا السؤالين. شو كمان السؤال الثالث عفوا؟ يعني هيستفادوا منها إيه لما أطور عندهم؟ أكيد أكيد أكيد. بشكل عام لكل الناس اللي عندهم حدود أو إعاقات معينة، أهم شيء إنه نبني لهم البيئة الحاضنة اللي فيها رأفة واللي فيها تراحم. يعني مثلا حتى لو أخذنا مثلا في مجالات اللي أنا بعمل فيها أبحاث في مرض السكيزوفرينيا أو الأوتيزم، لما منكون بيئة اللي هي ثابتة وفيها تفاعل عائلي، والمهم جدا انه التفاعل ما يكونش من مبنى انه الانسان عنده نقصان معين. يعني اذا انا خليت الطفل يشعر انه في عنده نقصان، فهذا ممكن يحد من قدرته على التعلم والتطور. فكثير مهم انه نخلق البيئه اللي تقريبا الفوارق اللي احنا كنا بننتبه لها مش موجوده. ليش؟ لانها بتمكن الانسان انه ما ينتبهش لهي الإعاقات كحدود في مقدرته على أنه يتفاعل مع المجتمع تبعه بشكل سليم. ولكن في عندنا هون عامل زمني طويل فبدنا صبر، وفي عندنا عامل تكراري اللي عن طريقه يكتسب التجارب. طب تمام دكتور، ممكن أسأل بس حاجتين، مدة البرنامج تكون قد إيه،
والسن اللي أنا ممكن أشتغل عليه مع الطفل الدوني، ابتدي من سن 5 سنين ولا 10 سنين؟ السن قد ما يكون أبكر قد ما يكون أحسن، يعني قد في يعني إذا كان تقييم لحالة شخص معين وقد ما يكون مبكر أكثر، فالتدخل تبعنا كان مبكر أكثر، هذا راح يفيد الطفل. ليش؟ لأنه الطفل عنده آليات اللي هي مرنة وبعدها ما رسبتش بشكل متكامل، وهذا بحد ذاته يعني قلنا أنه في مروني، يعني في تأثير، ممكن يكون تأثير فعال أكثر على آليات اللي هي ممكن راسخة أكثر. ومن ناحية الفترة الزمنية في هناك تفاوت في الأبحاث، بس ما بين 3 شهور وست شهور هو العادة المعتمد في العلاجات السريرية clinical trials، اللي تشير أنه بعد فترة من هالنوع نبدأ نقيس بشكل ملحوظ الفوارق الإيجابية لهذه التدخلات. طبعاً هناك في عندك trial and error، يعني المفروض فيك أنك تجربي وتحاولي تطوري من نجاعة التدخلات هاي حتى نجد الفورميلا المعادلة المثلى اللي ممكن تفيد الأطفال من الفئة اللي بتحكي عنها. تمام حضرتك. طب هل في مقاييس معينة بتقيس نظرية العقل عند الأطفال الداون أو عند المعاقين عقليا؟ موجود موجود، يعني مثلا في عادة في الهامات الثنتين اللي ذكرتهن اللي بالنسبة للـ unexpected transfer والـ unexpected content، المحتوى الغير متوقع والنقل الغير متوقع، هن مهام أساسية حتى يشيرنا إذا الإنسان في عنده نظرية عقل متطورة أو أكثر. ولكن إذا تكاتبت معي أنا ممكن أعطيك مراجع اللي هي دقيقة أكثر اللي ممكن أنت تستعمليها في الاختبارات تبعتك. ألف شكر لحضرتك. شكرا. بارك الله فيك ولا يهمك. شكرا ناهد. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا دكتورة هيفاء الأنصاري، الحقيقة بنتي مستخدمة الجهاز فطالع اليوزر مع بنتي. في البداية حبيت أبدي سعادتي في المشاركة في هذا المحفل، وأشكر الدكتور أحمد والمنظمين لهذه الندوات. الدكتور أحمد طبعا غني عن التعريف، يعني عمل ونشر مع الرواد في مجال علم النفس العصبي المعرفي، وصراحة التوصيات المميزة اللي شفناها في بحوثه من خلال طرح يعني أفكار متميزة صراحة مبكرة بدأنا نشوفها من دكتور أحمد، مثل قياس الناقلات العصبية في المشابك العصبية فيما يتعلق بقياس الآليات أو بتقييم أو تحديد الآليات العصبية للوظائف المعرفية التي تتعلق في المنتلايزن بشكل عام ونظرية العقل. دكتور أنا اليوم سعدت صراحة ب يعني سماع محاضرتكم، وحبيت صراحة أفهم أكثر عن رؤيتك أو التفسير الذي النظري الذي تطرحه في مجال نظرية العقل اللي هي الدلالات والرموز. حبيت أعرف شنو يصير، ما الذي يحصل في أو كيف يفكر الشخص، ماذا يحصل لنظرية العقل في الأفراد عندما يصابون بالديجنراتيف ديزيزز يعني بشكل عام، منها الزهايمر أو الباركنسون ديزيز اللي ذكرتهم حضرتك. أكيد. بارك الله فيك دكتورة هيفا، زميلة عزيزي، وشكرا جزيلا على كلماتك الطيبة. بالنسبة للسؤال الدلالات والمؤشرات، يعني نفكر فيها كالتالي: إذا المعلومة الموجودة في بيئة الإنسان ممكن أن يحصل عليها من البيئة المباشرة، يعني إذا في كان مثلا معي هاتف وقلت هذا الهاتف موجود في بيئة، هذا بحد ذاته يسهل علي أن أجمع المعلومات حتى أدخلها في إطار حسابي معين، حتى بالتالي أن أقول إذا هاي المعلومة إلها أهمية في ما إنسان يفكر أو ما الإنسان يشعر. وبعد ذلك ممكن أنه أنا أتكلم عن الهاتف حتى بعدم وجود الهاتف في البيئة الموجود فيها، يعني حاليا أنا بحكي من دون ما يكون أنتم مشاهدين للهاتف اللي أنا أظهرته قبل فترة، ولكن عندكم معلومات عامة ما هو الهاتف وما فعالياته وما نظامياته.
بالنسبة للباركنسون ديزيز اللي هو يعني مرض اللي يحدث عن تراجع في التلاشي للخلايا المسؤولة عن فرز الدوبامين، مادة الدوبامين ناقلة عصبية، وهذه المادة العصبية لها خصل يعني properties اللي هي جدا دقيقة، يعني إنها تشير لأن وجود شيء معين اللي له أهمية، ولكن تبني على مضمار تقريبي. يعني مثلا انا يعني بتقرب تقول يعني الدوبامين يشير لي انه في ممكن ان اتوقع ان يحصل شيء جيد بعد هذه المحاضره، فهذا التوقع يزيد من تنشيط نظريه الدوبامين. ولكن اذا التوقع اللي انا انتظرته بعد فتره معينه لم يحصل، فسيكون هبوط في عملية الدوبامين. وإذا التوقع كان أكثر من اللي أنا تأملته، حصلت مثلاً على جائزة كبيرة مثلاً، فهذا يزيد بتنشيط أكبر. لما نفقد هذه القدرة على أنه نتوقع ما قد يحدث بعد فترة معينة حتى على المستوى الجسمي الفيزيكال، فهذا يؤدي لخلل في قدرة الباركنسون ديزيز على أنه يعني يفقد الآلي اللي تمكن منه أنه يتفكر أو يتوقع ما يمكن الإنسان يحدو من فكر. فكثير مهم أنه نتذكر لما أنا أعزو مثلاً لإنسان نية معينة، هذا تقريب، يعني هذا منه بالضرورة 100%، وممكن أنه يتغير مع حدوث معلومات إضافية أخرى. فالآلية المربوطة بالدوبامين والسيروتونين في الباركنسون ديزيز هو الآلية الأساسية اللي تؤدي في تراجع نظرية العقل. ولكن بما أنه في هناك تضرر اللي بيصير في الأجزاء المسؤولة عن المشاعر، النقل من ما يسمى من النواة السبستانشيا نيجرا للفنترال تيجمنتال اريا، يعني في حتة يعني نقل فضائية من نواة لنواة من ناحية التدهور في هاي الآلية، وهذا بالتالي يؤدي لخلل في الآلية العاطفية عند الباركنسون ديزيز. فالباركنسون ديزيز هو نموذج مؤلم طبعا، ولكن جدا مفيد لان حتى نتفهم الآلية العصبية المسؤولة عن نظرية العقل ووظائف الموجودة في الدماغ وأجزاء الدماغ المختلفة. أشكرك دكتور، شكرا لهذا الشرح الوافي، يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم. معنا آخر سؤال من علاء أو آلاء. أيوة آلاء. ازاي حضرتك يا دكتور؟ كنت عايزه اعرف هي ايه الميجرمنتس اللي ممكن نقيس بيها يعني الثيوري اوف مايند دي، يعني هل في حاجات كلها بتبقى بيهيفيرال اسسمنتس، ولا بيبقى في حاجات مور كوانتيتيف يعني نقدر نقيسها بطريقه يعني دقيقه اكتر من غير الانحيازات الشخصيه مثلا للبيهيفيرال اسسمنتس؟ يعني انا مش معروف لإلي عن أي آلية اللي ممكن نستعملها حتى نقيس نظرية العقل بشكل زي ما تفضلتي رقمي quantitative. يعني ممكن إنه نفترض إذا صار خلل في جزء معين من الدماغ إنه هذا قد يؤدي لخلل في نظرية العقل، بس ما في عندنا تقييم رقمي إذا كان الخلل هو كان ب 80% أو 90% أو إلى ما ذلك. ولكن أغلب كل علم نظريات العقل مبني عن المهام اللي أنا ذكرت أمثلة منها. وعلى فكرة يعني أنا برأيي في كثير من الحالات إنه العلم مرات حتى لو إنه كان شيق ومهم يتطور من دون أنه نطور الآليات الأساسية اللي اعتمدوا عليها حتى يبحثوا هذا المجال. يعني أنا برأيي إذا كان في طالب علم أو إنسان مهتم أنه يقوم في تطوير لآليات لقياس نظرية العقل، راح تكون له مساهمة جداً كبيرة على مستوى عالمي عالي جداً حتى نتمكن أنه نطور هذا المجال بشكل. شكرا. نعم.
شكرا آلاء. هل في أي سؤال أخير سريعا؟ كنت عاوز أسأل عن برنامج الخاص بقراءة العقل المترجم من الدكتورة منال العمر ومريم عبد اللطيف، الخاص بتدريس مفاهيم نظرية العقل الأطفال الذكوريين وذوي التأخر المعرفي. هو كان ترجمة للجهد اللي عمله بارون كوهين ورفقائه. رأي حضرتك فيه إيه، ومدى إفادته للأطفال اللي عندهم اضطراب؟ يعني إذا السؤال هدفه كان هل في حاجة في تطوير آليات اللي هي مقننة اللي هي تتلائم مع المجتمع العربي أو البيئة العربية، نعم يعني في هناك حاجة ماسة في هذا المجال، ولكن الاعتماد على آليات اللي طورت في الغرب في لها بعض النجاعة، ولكن لازم أنه تخضع هاي الآليات لتقنين سايكومتريك إحصائي حتى نتمكن من نجاعتها ومن مصداقيتها في البيئة تبعتنا. فأنا شخصيا علينا أن يعني ما نبخلش من أنه نستخدم الآليات المتوفرة في العالم بشكل عام. وطبعا سايمون بارون كوهين اللي هو صديق اللي أنا عملت بعض الأبحاث وموجود في الجامعة في كامبريدج والمعتز بعمل الأبحاث تبعته أيضا، في له مساهمة كبيرة في هذا المفهوم، ولكن المساهمة تبعته هي طبعا خاضعة للتطوير زي أي إنسان آخر يعني. بس كبداية لأن في العالم العربي علينا أن نطور آليات اللي هي ملائمة، لأن فمن ناحية الترجمة إذا ترجمت يعني في هناك عدة لهجات أو لكنات أو اختلافات في الآليات اللغوية اللي إحنا نستعملها في المجتمعات العربية المختلفة، وهي علينا أن تتلائم. يعني من الصعب أنه يعني ممكن الطفل اللي عمر 3 سنوات أنه يدرك بعض الكلمات اللي هي بالفصحى، ولكن ممكن أنها ما تكونش مفهومة له. وهذا بحد ذاته يعني موضوع جدا شيق، ولكن في مجال اللي ممكن يطور، وبرأيي المساهمة فيه والحصول على نتائج ممكن أنه يحصل في فترة وجيزة جدا. فملخص اللي قلته، نعم علينا أن نأخذ كل المعلومات المتوفرة من الغرب، ولكن علينا أن نلائمها للبيئة تبعت الطفل اللغوية والاجتماعية والتي ممكن تختلف من منطقة لمنطقة. طيب هل في، أنا أسف آخر سؤال، هل في تجارب في البيئة العربية متواجدة already، وهل في يعني أو حتى محاولة في التعليم؟ لأن حقيقة النظرية ستظل نظرية للفهم، لكن هم نتكلم على التدخلات بناء على فهمي للنظرية. فأنا حقيقة أنا ما وجدتش في البيئة العربية غير الـ teaching children with autism. في بعض المحاولات يعني أنا مطلع على بعض، يعني الأستاذة هيفا اللي من الكويت عملت بعض الأبحاث في بريطانيا، ولكن اليوم في عندها محاولات أنها تحاول تطور آليات اللي هي ملائمة للبيئة الكويتية مثلاً، وخصوصاً للناس اللي عندهم neurodegenerative diseases. أنا بعرف إنه في بعض المراكز المعروفة بالنسبة للأوتيزم في قطر، في الإمارات، في السعودية، ولكن أنا برأيي مش كفاية، لأنه المنظور مازال يعتمد على الآليات الموجودة في الغرب، وما فيش، والمحاولات للتقنين والتعريب ممكن إنها مش بالضرورة إنها تبقى مبنية على ما ذكر. يعني اليوم أنت المفروض يعني بعد المحاضرة أنا بفكر إنك عندك كل المعلومات اللي أنت بحاجة لها حتى تفهم ما هي نظرية العقل، والسؤال هنا كيف أنا بدي أختبر هاي النظرية، هل كانت موجودة أو غير موجودة، وما الدرجات الموجودة فيها. في بعض الآليات اللي أنا ذكرتها اللي مش مربوطة الضمنية، اللي مش مربوطة بالكلمات، يعني مثلا المقدر على الإنسان إنه يقول هل الإنسان يشاهد دائرتين أو دائرة واحدة، بحد ذاتها ممكن إنه تعطيني بعض المعلومات عن القدرات أو التفاوت في القدرات عند الأشخاص، ملائم أكثر للناس اللي هن أكبر عمراً، يعني من
سنون المراهقة وفوق، ولكن بالنسبة للآليات للأطفال ممكن إنه إحنا نطورها. ولكن أنا بعرف إنه في ناس اللي هم في تخصص في علاج النطق وإلى ما ذلك يستعملون هاي الآليات في العلاج العيادي بنجاح معينة، ولكن النشر محدود لحد الآن. شكراً دكتور. شكراً جزيلاً. بارك. شكرا دكتور احمد تاني. لو كلنا ممكن نسقف او برياكشنز، حقيقي محاضره مفيده ومتكامله من جميع النواحي، وشكرا على الشرح الوافي والاجابات للاسئله. سعدنا بوجودك معنا. شكرا جزيلا لكم ولاستضافتكم، وشكرا على الاسئله القيمه، وان شاء الله هذا المجال وكل المجالات تتطور في كل الأوطان، ولكن أهم شيء إنه في عنا بداية خير. هاي المبادرة اللي أنتم بتكون فيها إن شاء الله تستمر لسنوات طويلة، وإن شاء الله بيكون لي الشرف إنه أنضم لكم في المستقبل كمان مرة. بارك الله فيكم. شكرا، وشكرا لجميع متابعينا في شهر التوعية الدماغية. دي كانت آخر محاضرة ومعانا في الشهر ده، وحنحاول نحن زي ما دكتور أحمد كان بيقول نارينج نورجنايز محاضرات أخرى في خلال السنة، فتابعونا على الصفحة. وشكرا لكم. شكرا، إلى اللقاء. السلام عليكم، رمضان مبارك.